عزيز وشوف سؤالي ما بعقدها. تخيل طول العمر انك بالحمام وانت بكرامة. ايه كرمت. تمام؟ وتقفل عليك الباب، ايش تسوي؟ هذا السحر. بحاول افتح. سبحان الله. ايش تقفل عليك الباب تحاول تفتح شلون؟ عادة بحاول افتحه، بفتح ال ما انفتح معك. بكسره. ما انكسر معك. خلاص المقاول بدقق المقاول خبر خلاه باب حديد. عادي يمديني ادق على الباب لما احد يسمعني ويجي يفتح لي. ما في انت. طيب انت مره يعني تعقدها الحين. شوف اللي بقول لك، شيء انا قاعد اديك حلول وانت قاعد تزيد اسئله، فهمت؟ ايوه يعني هذا ما سال سؤال، انا صارت اسئله كثير. شوف ابي الجمهور يستفيد اكبر قدر. أيوه. من الحلول. حلو. طيب تخيل تطيح في موقف. طيب تقول اتذكر عبد العزيز. اوكي طيب انا بقول لك شيء، اذا ما كان في احد في البيت خلاص. ايوه انا ابي ذا الحل. ما عندي حل اني ادكي في الحمام وتكره. عشان ايش اسوي؟ انت ايش رايك ايش اسوي؟ انا ايه لو انت مكان ايش تسوي؟ انا ايش بسوي؟ إيه؟ مع الدريشة. مع الدريشة صغيرة. كيف بلاقي دريشة حمام؟ ما في دريشة حمام الا المروحة. بصرخ بنادي واقول ما حد راح يسمعك. ايوه ما حد راح يسمعك. الا سمعونا وجاوا فتحوا. مين يسمعك؟ شفت؟ سمعونا. ما حد سمعك، مين يسمعك اساسا؟ انت قول لي انا ايش بسوي صح؟ اوكي بس. انا سمعونا. اوكي كيف سمعوك؟ قل لي كيف سمعوك بس. جيراننا جنبنا. جيرانكم مو دارين عنك. إيه؟ نايمين. نايمين؟ اي في الليل نايمين كلهم. اقعد اصارخ لين ما يقومون. يعني راح يقومون صوتك؟ يعني صوتي ترى عالي. ما شاء الله. يلا زين اجد. طيب كلمة خير للجمهور. الله يسعدهم ان شاء الله يوفقهم. امين يا رب وياك.